كل الاحزاب يقعدون والموقف سلمه هي هي دعوتكم من الطلاب تنحل الازمه هي هي كل الاحزاب يقعدون والموقف سلمه هي هي جيبوا واحد مو منكم راح نسجل موقفكم جيبوا واحد مو منكم راح نسجل موقفكم حل المجلس خل نرتاح لا دمنا يهدمه هي هي دعوتكم من الطلاب تنحل الازمه هي هي ما تعرفون احنا نريد والد مو قائد هي هي قائد واحد شايف ضيم مو منكم واحد هي هي ما يفتح باب الجيران لا لامريكا ولا لايران ما يفتح باب الجيران لا لامريكا ولا لايران غير تعرفوا غير تعوفون ان القاح غير تعوفون ان القاح منكم ما رايد وقت تعرفون احنا نريد والد مو قائد راح تطيح بغداد وتندم ليض القائد ضف القاع والكل تتقدم ضح بجيبك وارحمنا ما طل ما همك دمنا ضح بجيبك وارحمنا ما طل ما همك دمنا ضحك بدمها ورمعة الراية ضحك بدمها ورمعة الراية هاي بناتك يا وطن هاي هاي بناتك يا وطن هاي هاي شبابك 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 يا وطن هاي احد دمه ورفعة الراية احد دمه ورفعة الراية كان خروجنا دعم الثورة اكتوبر اللي هي جزء احنا جزء من هذا الشعب الثائر وكان روح الثورة هم الطلاب وخروج طلاب واعتصام الطلاب فخروجنا اليوم هو دعم واستمرار المسيرة الثورة وتعرف انت مسيرتنا كلها من بداية اكتوبر ما جاي يتحقق شيء لحد الان ماكو شيء على ارض الواقع يتحقق فاحنا قلنا من البداية اعتصامنا ما راح ينتهي الى ان تتحقق المطالب ولحد اليوم ما متحقق مطالب فاحنا لازم نظل مستمرين بحركتنا قبل المطالب اولا تغيير الدستور ثانيا رئيس وزراء من المتظاهرين شخصيه مستقله تماما ثالثا نظام انتخابات عادل ويكون اشراف اممي ثالثا رحيل الاحزاب رابعا سياده الدوله يجب ان تكون محفوظه مو الدوله ايش قتها وايش كبرها والاحزاب هي اللي متسلطه عليها وهي اللي جاي تتحكم بالقرار وسلطتهم اكثر من سلطه رئيس الوزراء نفسه فاحنا نريد دوله قويه ذات سياده قويه تضمن المواطن حقه ما تضمن الحق بس القوي خيرات الوطن ما راح ما تضيع للغربه وللدول المجاوره نريد عراقنا مثل ما هو مثل ما بالتاريخ يكون على ارض الواقع كم سيكم ودولتكم
كبار شأننا. هي المسيرات مستمرة كل أحد كونه بداية الدوام. السبب منه هو عدم تلبية ولو جزء من مطالبنا. يعني مثل ما نقول الحكومة ما منتبهة لحال شعبها لحال طلابها، وهذا سبب التصعيد هو سبب أنه عدم توفير أي مطلب من المطالب اللي نرجو نطمح لها. اليوم هي ما صارت مطالب انه طلاب، وهي صارت مطالب عامة، لان احنا الكل اليوم مركب وحدة تشمل كافة اطياف الشعب العراقي، سواء طلاب او موظفين او هو تغيير الحال الى الافضل. نعم، احنا ما راضين انه منداوم، او احنا ضد التخريب وضد بس هي الشغلة الاساسية هي عدم توفير المطالب لا اكثر ولا اخر. يا رايد تكشخ وترد
للدوام ركش حتب أولادنا وادي السلام يا رايتك الشاخ وترد للدوام ركش حتب أولادنا وادي السلام انت غيرك من المنبر ينام وباشر نكتب بالتاريخ باشر نكتب بالتاريخ باشر نكتب بالتاريخ سولف لو يقل اشتاق للسنتر الله شابع ضيمان وانت هم بطران اسولف لو يقل اشتاق للسنتر ولك نسوان فزعت وانت زل منه ولك نسوان فزعت وانت زل منه حيب على الاسلام تصير بس مطر طلاب 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 وبالامن طلاب وبدمنا نضحي طلاب وبدمنا نضحي طلاب وبدمنا نضحي المسيره الطلابيه هدفها انه تصعيد الثوره هدفها انه لازم ننتصر احنا بدايه بالبدايه كان التصعيد كان على مستوى عالي جدا ما استجابت الدوله لهذه المطالب وحاولنا نقرر انه نكون اكثر تنسيقيه صارت اكثر بين الجامعات العراقيه ككل والتصعيد بدا من مهله الناصريه تقريبا اللي هي مهله الوطن وان شاء الله ننتصر الهدف منها الضغط على الدوله او الورقه الضغط اكثر Oh,
طلعنا مسيرة طلابية كبيرة. يعني اليوم مو بداية الثورة ولا نهاية الثورة، احنا لا مستمرين بمسيرتنا لأجل تحقيق جميع المطالب وتحقيق دم الشهداء الذي راح ضحية آلاف الشهداء اللي سال دمهم على أرصفة الشوارع. واليوم طلعنا نطالب بالمهلة، لأن احنا طلعناهم مهلة أسبوع واللي هي تنتهي باكر. باكر إذا ما لحد هي أكيد احنا ما راح يتحقق كل شيء نال باكر، لأن ما اطوا عطلة تشريعية اللي هم كل شيء ما شرعوا، بس اطوا عطلة تشريعية لهم شهر ونص، اللي هاي على دل على شيء، دل على انهم لبسوا الشعب، ما يردون يحققون شيء للشعب والدم الشهيد ولم الشهيد. فاحنا اليوم طلعنا طلعة شبابية، لا سياسة ولا احزاب، هدفها حب العراق، حب الوطن، ونريد تحقيق مطالب. مطالبنا مطالب مشروعة، اللي هي انتخابات عاجلة، تغيير حكومة القناصين، تعديل او اسقاط الدستور. يعني لا اليوم نهاية المسيرة ولا بداية المسيرة، احنا مستمرين لحد تحقيق جميع المطالب المتظاهرين. هاي المسيرة صارت تقريبا ك
يعني الدافع القوي لهاي المظاهرات هم الناس اللي يحيون المظاهرات، الطلاب وطالبات الجامعات. احنا طالعين هاي المسيره دا نصمم عليها ودا نكمل عليها كل احد على مود لا تنعاد السالفه اللي صارت قبل 1/10 من ضربوا الناس الخريجين. فهاي الناس دا تطلع على مود مستقبلها يكون احسن، مستقبلها يكون افضل. انت اللي قاعد بالبيت دا تشوف اخوتك واخواتك هنا كلهم طالعين، نتمنى من حضرتك انه ما تداوم على مود لا تاثر عليهم وتجي يوم هنا على مود مستقبلك انت ومستقبل غيرك. اليوم الاعداد هائله، تقريبا اقوى مسيره طلابيه صارت من بدايه المظاهرات لحد هذا اليوم. مع العلم صارت تدخلات من قوات الشغب الصبح، بدأت من الساعة 6:30 الصبح ما انتهت 9:30. ضربوا الناس دخانيات، ضربوا الناس طلاق حي، الحمد لله قدرنا نرجعهم سلميتنا لا غير، واستمرت المسيرة وجو طلاب الجامعات وما قصروا. تشوفون بنظركم وبعينكم الأعداد الهائلة اللي جاية، كل من عايز بيته ودوامه وجاي للتحرير، لأن التحرير هي بيتنا. ما طول ما الفاسدين ما طلعوا احنا باقين، صارنا 3 شهور ومستعدين نبقى 3 سنوات بعد، لان اذا شوف الوجوه هنا كلها مصره انه لازم يطلعون. خلص 16 سنه كلش كافيه لكم، احنا كنا صغار ذاك الوقت، هسه كبرنا وعينا، فاحنا هذا الجيل وظيفتنا انه نطلعكم. انتم تعبتوا الاجيال السابقه والاجيال القادمه، فلذلك لازم ننهيكم، وما حد راح ينهيكم غير احنا الشباب. بركه هاي الناس اللي دار مدن، الناس اللي تدعم، الناس اللي توصل، الناس اللي توقف. فاذا انتم ما طلعون احنا باقين، ما عندنا شيء، كل شيء ما عندنا، دوام وقاطعين الدوام، باقين يومكم. شو تسوون؟ احنا باقين سلميين وباقين نجاهد لحد ما نطلعكم كلكم، من صغيركم لكبيركم بدون استثناء، لان احنا مشينا على نهج الناصريه. الناصريه دم العراق، الناصريه قلب العراق. الناصريه طلت مهله والمهله مالتهم تخلص اليوم الساعه ب 12، بس قوات مكافحه الشغب شو كيفهم اخذوا من البدايه من المهله وبلشوا من اليوم. فاحنا من اليوم الساعه ب 12 راح تبدا التصعيدات، حيبدا قطع الطرق السريع مال محمد القاسم، الطريق الدولي مال بغداد، المحافظات الجنوبيه والمحافظات الشماليه، الى ان انه تستقيلون كلكم وتتحاكمون. يعني مو بس تستقيلون تطلعون، لا لازم تتحاكمون على الجرم اللي سويتوه خلال 16 سنه اللي راحت كلها. مجموعة من طلاب جامعات بغداد طلعنا اليوم بمسيرة يوم 19/1، طلعنا مسيرة مساندة لساحة التحرير وارجاع الوضع، يعني تصعيد الوضع، خاطر تستمر المظاهرات مالتنا والثورة مالتنا لغاية تحقيق المطالب. والمطالب مالتنا أهم مطلب الآن انه وزارة التعليم العالي انه توقف ويانا بسبب ضغوط دا تمارسها علينا احنا كطلاب الجامعات، دا تمارس علينا فرض تقويم، هي فرضتها علينا تقويم نهائيا في يد الطالب. والمطلب الثاني هو رئيس الوزراء انه يختاروا رئيس وزراء الشعب موافق عليه بمطلب جماهيري،
وهذه مسيرتنا هي مساندة لساحة التحرير والإثبات وإعلاء كلمتنا كطلاب. إحنا موجودين هنا ونساند الثورة إن شاء الله مستمرين لحد آخر لحظة لحد ما تحقق جميع المطالب مالتنا. Yeah.
الخاف احنا من التهديد والثار مربع والصوت خلي يتعالي من خاف من نشالة والصوت خلي يتعالي من خاف من نشالة واحدهم نشال وذيل وبدين مقطع واحدهم نشال وذيل وبدين مقطع لا سياسة ولا أحزاب ثورة حرية بالتمريكة بالتيران ضد البحثية لا سياسة ولا أحزاب ثورة حرية بالتمريكة بالتيران ضد الحزبية واليوم اللي حكمونا بين العرب خسونا واليوم اللي حكمونا بين العرب خسونا سوونا فرجة ويا حيف لولا الهتلية سوونا فرجة ويا ثورتنا ثورة اللام بالكلمة الفاسد شما عالت شخصك يسهل نمدحنا العالد شما عالت شخصك يسهل نمدحنا العالد تقويم حطة بجيبك ما تقرر انت بكيفك تقويم حطة بجيبك من يتحقق كل شي يريد عود احنا نداوم من يتحقق كل شي نريد عود احنا نداوم من بغداد نصيح بصوت للناصرية من بغداد بصوتكم من بغداد نصيح بصوت للناصرية من بغداد نصيح بصوت للناصرية نفس الاهل وخي سمعون وحدة القضية نفس الاهل